بس مثلا فكره ان احنا نعمل حاجه اسمها مباراه افتراضيه. نعم. فكره مباراه افتراضيه يعني نطرح تذاكر لهذه المباراه اللي هي مش هتتلعب. ايوه. بس التذاكر دي تم شرائها من اللعيبه، من الروابط، من المدربين، من الجماهير القادره على الشراء في التوقيت الحالي، والمبلغ المالي اللي هيجي من وراء شراء ال 60,000 تذكره او ال 40 او ال 80 حسب سعه الاستاد يعني. نعم. يروح موجه كدور مجتمعي لدعم اي صناديق متعلقه بمكافحه الفيروس او وزاره الصحه او دعم الدوله وتوجهات الحكومه. وطبعا فكره حلوه جدا جدا، وهي من نوع من انواع الاعمال الخيريه في الوقت الحالي. انت اكيد في ناس كتيره تضررت بشكل كبير جدا، بخلاف كمان انت عايز كمان تساعد الجيش الابيض، كان الدكاتره والاطباء اللي هم خط المواجهه بالزبط. الاولين لكل شعوب الارض في الوقت الحالي اللي بمواجهه الظرف اللي احنا فيه. هم كمان بصراحه بينضروا يعني. طبعا النسبه لغايه ان 25% من المصابين بالفيروس حوالين العالم كلهم دكاتره، دكاتره وممرضين. نسبه كبيره، لان انت بتخسر جزء كبير من خط الدفاع بتاعك، فاحنا لازم نساعدهم. شفنا امبارح الرئيس الامريكي بيدعو الانتاج 150 مليون كمامه في ايام قليله. انت بتحاول انت تضخ الانتاج بتاعك 10% زياده، يعني 10 اضعاف بالظبط. كنت النهارده بتطلع مثلا 10 مليون في الاسبوع، 15 مليون في الاسبوع، انت عايز 150 مليون عشان تقدر تكفي الاحتياجات بتاعت ايه؟ بتاعت امريكا، مش التصدير. مش التصدير، لا 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 التصدير ده عايز يكفي حاجته. وحتى طبعا كلنا اعتقد واخدين بالنا ان العالم كل الوقت بقى قرصنه، اي سفينه معديه بتخش في حته. فاكر نظام القبائل زمان؟ الموضوع فعلا لا يا جماعه الموضوع صعب. لازم فعلا نشوف الصوره بشكل واقعي. فاحنا فعلا الامر اللي انت بتقوله ان احنا نعمل امور خيريه دي اكيد حاجه مهمه جدا. حتى برضو اضيف عليها اللي عمله ديبالا وجاري سبيل، ان هم لعبوا بعض بلاي ستيشن على تويتش عشان النهارده يجمعوا بعض الفلوس، بعض المبالغ. طب مبلغ بسيط بصراحه اللي جمعوه 17,000 استرليني، ولكن الفكره هي الفكره في حد ذاتها كريم. قدامنا اهي طلع فكره طبعا. صور من المباراه كانت امبارح ناس كتيره جدا اتفرجوا عليها، على مباراه بلاي ستيشن. بلاي ستيشن لعبوا بعض، ديبالا قاعد في بيته وجاري سبيل قاعد في بيته، وكل واحد اتفقوا ان هم هيلعبوا ماتش خيري، ماتش فيفا على تويتش، الرياضه الالكترونيه يعني مزدهره جدا اليومين دول، وقدروا فعلا في المباراه. قدامنا اهي صور واضحه اكتر اهي.